يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد الساعة 7 في نفس الميعاد. لسه مكملين مع بعض في دنيا الكتب وحكاياتنا، لسه بنتقابل مع كتاب جداد وكمان بنتعلم حاجات جديدة من كتاب جديد، بنعرف معلومة مهمة، بنفكر في اللي بين السطور، بنشوف الصورة من حوالينا بشكل أوضح وأوسع. الحقيقة أنه النهاردة معانا كتاب بيهم كل أب وكل أم وكل مربي بشكل عام. كتابنا النهاردة هدفه أننا نعرف إزاي نتعامل صح مع أولادنا. أولادنا مش محتاجين بس أكل ولبس، لكن كمان محتاجين أن احنا نعلمهم إزاي يواجهوا الحياة. مهم جدا أننا نفكر في احتياجاتهم النفسية، نعرف بيفكروا في إيه، نعرف هما محتاجين إيه، إزاي ندربهم على مواجهة الحياة، مواجهة الناس والأشخاص اللي ممكن يشوفوهم في حياتهم. كتابنا النهاردة هو لأنها تفرق، 20 مبدأ لتربية الأطفال للكاتبة ومدربة التربية الإيجابية هايدي المصري. هنعرف النهاردة من الأستاذة هايدي المصري اللي هتنورنا في الاستوديو إيه هي حكاية كتابها وإيه هم العشرين مبدأ والعشرين، واتكلمت عنهم إزاي في كتابها وقالت عنهم إيه، ولأنه لا غنى عن تربية الأطفال، لكن الحقيقة كان لازم نتكلم بالتفصيل قبل ما نتكلم عن تربية الأطفال مع ضيفتنا اللي هتنورنا النهاردة في الاستوديو عن كل التفاصيل. هنتكلم دلوقتي كمان وهنشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أن عن ندوة خاصة بمناقشة رواية سنوات الجري في المكان للكاتبة نورة ناجي. تعالوا نشوف كده مع بعض التقرير ده ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم. هو الحقيقة خدت تقريبا 10 سنين في الشغل على الرواية دي. يعني هما هي في الرواية بتدور أحداثها أصلا في العشر سنين الأخيرة من 2011 ل 2021، وهي فعلا كانت بدأت تتشكل في 2011 مع كل التغيرات اللي كانت حاصلة. يعني 10 سنين دول فيهم حصل كل شيء. أنا كنت برصد التغيرات اللي حصلت للجيل بتاعي أنا في العشر سنين دي، إزاي إحنا حاسين إن إحنا بنتحرك وبنشتغل وبنعمل حاجات كتير جدا، وإيقاع الزمن حتى سريع، ورغم ذلك عندنا نفس الشعور بالثبات في المكان. فمن هنا بدأت الفكرة، والحقيقة مستوحى من معرض فني اسمه 30 يوم جري في مكان الفنان أحمد بسيوني، بقالها سنة دلوقتي صادرة ولا تزال في أصداء كويسة جدا والناس لسه عايزة تناقشها وتتكلم عنها، فدي بالنسبة لي حاجة كبيرة يعني مهمة. لما الفكرة تلح جدا على دماغي، حاسة إن في زنة كده شغالة وقتها بتترعش تقريبا علشان أكتب، بس أنا باخد وقت طويل جدا في البحث، هو ده اللي ممكن يكون يعني أكبر حاجة في العمل ككتب. والله أنا دلوقتي بقرا كتب في الفلسفة عشان أنا بدرس فلسفة في كلية الآداب في جامعة طنطا، فتقريبا كل قراءاتي منحصرة على الفلسفة. يمكن آخر كتاب كان عن علم الجمال بتاع الدكتورة أميرة حلمي مطر. نورة ناجي بوجهة خاص غير أنها مهتمة بالكتابة النسوية، انجيجد قوي، مشتركة قوي في هموم المجتمع المصري، بتكتب عن الثورة، بتكتب عن الثورة بأهمية، يعني مش بتكتب القشور، لا بتكتب بعمق عن الثورة. فالحقيقة هي مش بتكتب سطحيا عن المجتمع، لا بتكتب بعمق واحدة عايشة في المجتمع وانجيجد جدا في كل مشاكله. يعني بصراحة العنوان ملفت جدا، ان ما ينفعش حد اصلا يفضل يجري في نفس المكان سنين. الواحد لازم طول الوقت يطور من نفسه، لازم يتعلم حاجة جديدة، لازم يعمل حاجة ما عملهاش قبل كده، سواء بقى هيقرا رواية، هيلعب رياضة، لازم الواحد ما يقعدش سنين في مكانه يعني. فعنوانها شدني وحاسة ان انا عايزة اكملها، بالذات ان هي كمان فيها خاصية كده ان هي عايزة تربط كل الحواس ببعضها، فدي برضو حاجة انا بحب القراية اللي هي بيبقى جواها مغزى مش مجرد بتقرا كلام على الفاضي. في الحقيقة انا جاي ندوة النهاردة علشان كتاب رائع بتاع الأستاذة نورة ناجي، سنوات الجري في المكان. هو كتاب تجربة أدبية جديدة من نوع جديد، هو بانوراما أدبية في الحقيقة، لأنه مختلف ومتميز. ونورة ناجي عودتنا في الأدب بتاعها على التجريب وخوض التجارب الأدبية الجديدة، فده شيء ممتع جدا ويسعدني أن أنا أكون في الندوة النهاردة. يعني كتاباتها دايما بتتسم بأنها السهل الممتنع، ودايما بتبقى عايز تقول حاجة بس بشكل سلس وبسيط، وكتاباتها دايما فيها سرد نمطي.
ورجعنا لكم تاني ومعنا دلوقتي خبر جميل الحقيقة مفرح، وهو وصول رواية مؤامرة على شرف الليدي ميتسي للكاتب الشاب الأستاذ أحمد المرسي للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية. والحقيقة أنه الأخبار اللي زي دي أو الأخبار اللي من النوعية دي بتفرحنا قوي. ليه بتفرحنا؟ بتفرحنا لأنها بتأكد لنا أن احنا عندنا جيل من الشباب الكتاب المتميزين جدا اللي بيجتهدوا بشكل كبير جدا، واللي أكيد هيكون ليهم مستقبل بارع في عالم الأدب وفي عالم الثقافة بشكل عام. وده إن دل فبيدل على إن هم حقيقي مميزين مؤهلين إن هم يكونوا مرشحين للجوائز الكبيرة اللي زي جائزة البوكر. عشان كده معنا دلوقتي تليفون من الكاتب الأستاذ أحمد المرسي اللي بنبارك له طبعا على الخبر الجميل ده في البداية. أهلا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم. ألف مبروك. وطبعا احنا سعداء جدا، وزي ما كنت بقول في المقدمه احنا بجد بنكون فخورين جدا لما بنلاقي كتابنا الشباب بيحصلوا على مثل هذه الجوائز اذا كانت العربيه او طبعا الدوليه. الله يخليك، اهلا بحضرتك. حابب اوجه لكم تحيه الأسرة برنامج يحكى أنا، وسعيد جدا أن أنا متواجد معكم. إحنا أسعد يا فندم. والحقيقة إنه في البداية كده عايز أسألك إحساسك إيه وروايتك بتوصل للمركز ده، وطبعا جائزة البوكر العربية هي بتعتبر إنها واحدة من الجوائز المهمة جدا بالنسبة لكل الكتاب والأدباء. والله هو طبعا إحساس بالتقدير طبعا، يعني أعتقد إن أهم شعور قد يشعر به الكاتب هو حاجتين، يعني او ما يريده الكاتب هو حاجتين. الحاجه الاولانيه الانقرائيه بتاعته وان الجماهير تتعرف على اعماله، والحاجه الثانيه ان هو يحصل على تقدير من خلال الجوائز. وجائزه البوكر واحده من اهم الجوائز في الوطن العربي، وجائزه مهمه جدا ومخصصه كذلك في الروايه، فشعور كبير بالتقدير يعني. جميل. كلمنا عن إعدادك للرواية، كلمنا عن تحضيرك للرواية، أخذت منك وقت قد إيه؟ المجهود اللي بذلته في كتابتها كان عامل إزاي؟ الأفكار اللي كنت حابب تطرحها فيها قد إيه كانت بالنسبة لك أفكار مهمة؟ وكنت شايف هي قد إيه ممكن تعمل تغيير بشكل عام في الرواية اللي حضرتك طرحتها؟ والله هي الرواية تم كتابتها في حوالي، يعني البحث والكتابة أخذ حوالي 2.5 لـ3 سنوات. هي بدأت كتابتها في فترة كورونا يعني سنة 2020. وهي بتدور أحداثها في إطار تاريخي شوية، ولكن فكرتها معاصرة جدا، يعني تمس الإنسان المعاصر بشدة، لأن كلمت قبل كده قلت إن الألم الإنساني واحد، يعني سواء يتخطى الزمن يعني. فهي بتتكلم عن الأمنيات الغير محققة أو التي لم يستطع الإنسان هو يكملها أو يحققها، وكيف أتعامل مع أثرها داخل نفسه يعني. الرواية اتفضل أستاذ أحمد. لا كمل، في إطار تاني اتفضل. في إطار تاريخي بتدور أحداثه بين القاهرة، قاهرة العشرينيات، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وثورة 19، ومكان تاني زمان، مكان يعني إطار مكاني تاني في الشرقية عند قبائل الطحاوية المشهورين طبعا بتربية الخيل. جميل. رواية مؤامرة على شرف الليدي ميتسي بتدور في العشرينات زي ما كنا بنقول من القرن الماضي. ليه اخترت الفترة الزمنية دي تحديدا؟ وكلمنا أكتر عن أحداث الرواية وعن أبطالها. والله هي الفترة الزمنية، هو الفكرة هي اللي بتحكم على الكاتب، يعني الفترة الزمنية اللي بيكتبها أو العودة للتاريخ بشكل عام. وبداية القرن العشرين مشابهة تماما لبداية القرن 21. كان عندنا في بداية القرن العشرين انتهت 1918 الانفلونزا الإسبانية، عندنا هنا برضو في بداية القرن جائحة كورونا الشديدة. عندنا يعني الحرب العالمية الأولى كانت بتعصف بالعالم، عندنا برضو العالم أزمات سياسية ومشاكل زي روسيا وأوكرانيا وغزة وغيره من المشاكل السياسية الموجودة والارتباك العسكري اللي موجود في العالم والحروب. أزمة اقتصادية شديدة كانت بتعصف مصر في البداية، برضو عندنا هنا بنواجه أزمة اقتصادية، العالم كله بيواجه أزمة اقتصادية بعد جائحة كورونا، فده بيصنع وضع مأزوم على الإنسان. الإنسان بيكون في حالة أزمة يعني، وتتولد عنده أمنيات كبيرة وتطلعات كبيرة، وكثير منها لا يتحقق بسبب واقعه المأزوم. فكان التشابه شديد جدا، وكأنه يعني نقدر نقيس عليه التجربة بالكامل، التجربة الإنسانية بالكامل.
نقدر نقيس عليه التجربة الإنسانية الموجودة دلوقتي نحلها إلى تجربة إنسانية أقدم تم بالكامل يعني، وتجربة ظاهرة بالكامل يعني. شايف إزاي إقبال الشباب على القراءة وتحديداً قراءة الكتب التاريخية خاصة في الفترة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي؟ والله إقبال الشباب على القراءة جيد جداً يعني، كان بيقولوا إشاعات دايماً إن الشباب لا يقرأ أو الشعب المصري لا يقرأ أو غيره، ولكن ده مش حقيقي يعني. الكاتب يمكن لو الكتاب وصله بشكل معين بشكل مناسب، لا الشباب المصري بخير وبيقرأوا، ويعني أنا عايز أقول لحضرتك إن أعمال روائية ثقيلة يعني بتعمل طبعات كبيرة ما كانتش زمان تعملها يعني، ما كانتش في خلال السبعينات والثمانينات تعمل. صحيح. فده بسبب إقبال الشباب على القراءة. صحيح. ده رغم ارتفاع أسعار الكتب وغيره. طبعا هنقول اللي احنا أنواع القراءة زي القراءة الإلكترونية وغيرها وظهور هذا النوع من القراءة ساعد كذلك الشباب على قراءة الكتب، ولكن لا طبعا في قراءة الشباب المصري يقرأ طبعا، والشباب العربي يقرأ يعني طبعا ليه. طبعا ووجود كتاب شباب زيكم الحقيقه خلى الايقاع مختلف واضاف اللمسه الشبابيه اللطيفه اللي مخليانا كلنا عايزين نقرا وكلنا بنحب نقرا. ده يسعدني يا فندم حقيقي، ويسعدني ان انا اكون يعني ولو يعني حجر في بناء كبير يعني مستقبل كبار يعني. الجائزه بالنسبه لحضرتك بتمثل لك ايه، وبالنسبه لاي كاتب بتمثله ايه؟ الجائزه بالنسبه لاي كاتب، خاصه جائزه زي جائزه البوكر، هي تقدير شديد يعني، تقدير لاعماله، خاصه ان مهما الكاتب قرئ على مستوى كبير يبقى دايما هو محتاج نقد من لجنه تحكيم كبيره زي لجنه تحكيم لجنه البوكر، ما اساتذه كبار يقولوا له رايه يعني، هو كانها شهاده يعني، وكانها طابع دمغه ان الكاتب ده كاتب ليه مستقبل واعد بيكتب كتابه واعده واعيه، فهو كانها يعني شهاده يعني. فالتقدير طبعا لما بيناله الكاتب بيبقى سعيد جدا، خاصه لما بيجي من جائزه كبيره زي الجائزه العالميه للروايه العربيه. اكيد اكيد. احنا بنشكر حضرتك استاذ احمد المرسي، وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، والف الف مبروك على الجائزه. لسه مكملين معاكم حلقتنا، وبما اننا النهارده هنتكلم عن التربيه من خلال كتاب لانها تفرق معانا كمان دلوقتي من خلال ابلكيشن زوم البوكتوبر الاستاذ يسري عفت. يسري عفت هيكلمنا اكتر عن ايه هي الكتب اللي نحب او اللي ينفع او اللي ممكن نقراها لما نقرر نقرا كتب تفيدنا عن ولادنا بمراحل عمرهم المختلفه، باي نوع من انواع المشاكل او المعلومات اللي ممكن نكون بنبحث عنها. مساء خير استاذ يسري. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. احب اعرف منك دلوقتي، لو انا النهارده ام وعايزه اقرا كتب تساعدني على تربيه ولادي، احنا بنتكلم عن جيل مختلف، بنتكلم عن جيل حديث وسابقنا بكتير، ترشح لي ايه وتقول لي اقرا ايه؟ أنا مع حضرتك تماما في كل اللي بتقوليه، وطبعا بالإضافة لكتاب لأنها تفرق، أنا عارف إن هو من أجدد الإصدارات اللي كانت موجودة في معرض الكتاب السنة دي مع دار عصير الكتب، ودي حقيقة واحدة من اهتماماتي بقالي فترة تحديدا في كتب التربية، لأن زي ما حضرتك بتقولي الجيل الجديد بحس إن هو جاي ومعاه خبرات الأجيال اللي فاتت، فبقى صعب قوي إن التعامل معاه بنفس الطريقة اللي إحنا تربينا فيها. فأنا يعني معايا مجموعة كده من الكتب اللطيفة جدا. أولهم حابب أرشح الكتاب ده، هو مش بس في التربية لكن هو يعتبر زي دليل شامل كده للأسرة كلها، اسمه رحلة الحياة، ده لدكتورة هنا بلغار. هو الكتاب فيه رحلة مش بس عن التربية لكن عن الطفل من قبل ما هو يبقى في بطن مامته لحد بقى ما بيكبر، إزاي نقدر نتعامل معاه، إيه أنواع التطعيمات، إيه الحاجات اللي نقدر نعملها له، إيه الأمراض اللي ممكن تجيله، وإزاي نبقى يعني عندنا نوع من أنواع الوقاية ليها، ولو جات له نقدر نعمل معاه إيه. يعني رحلة شاملة الحقيقة، واحد من الكتب المهمة جدا والكتب الحديثة، ومرجع مكتوب من خلال دكتورة هنا بلغار، واحدة من دكاترة الأطفال المهمة جدا طبعا، أعتقد هيبقى ده موسوعة شاملة. في بعد كده معنا برضو من الكتب العربية في كتاب الأطفال لا يفهمون كلمة لا، وألف باء الصحة النفسية للأطفال، دول بقى نقدر نقول عليهم المرحلة الأكبر شوية، نتكلم بقى من سن سنة لثلاث سنين أو أكتر، وتحديدا الأطفال لا يفهمون كلمة لا بيتكلم بقى على مواقف كتيره بقى، وسن مثلا لحد قبل سن المراهقه كده ولا حاجه. اوكي. فالكتابين دول برضو هما كتابين ممتازين الحقيقه،
وبيشتغلوا اكتر على التعامل مع الاطفال، على الصحه النفسيه ليهم، على الافكار كتيره اللي ازاي نقدر نتعامل معاهم بالشكل الجديد او بالحاجات اللي هم يقدروا يفهموها مع الحاجات الجديده اللي هم بيعيشوا فيها، والتكنولوجيا بقت حواليهم في كل حاجه. جميل جميل. ايه الكتب اللي حضرتك شايف انها ممكن تساعدنا بقى مع المرحله العمريه اللي بعد كده شويه، وهي مرحله المراهقه؟ مرحله المراهقه والتعامل مع المراهقين بيعتبر يمكن من اصعب مراحل التربيه، ومن اكثرهم تشكيلا وتاثيرا في المستقبل وفي حاجات كتيره جدا. ترشح لنا ايه بقى للمرحله الصعبه دي؟ المرحلة دي فعلا صعبة، وتحديدا الجيل الجديد. بس دايما يعني من اغلب الحاجات اللي قرأتها هو دايما فكرة الحوار مع المراهقين، ومن السن اللي قبل كده طول ما انت قادر تتبنى فكرة الحوار مع الابناء بشكل جيد، وتقدر تبني فكرة الكلام دايما معاهم، هي دي اللي بتساعد. صح. فالكتاب ده هو من الحاجات اللي بتفهم حتى المربي نفسه ازاي يخلق الحوار ده مع الاطفال من البداية. هو اسمه الحوار مع الابناء، علاج لكل ده، لدكتور كده حشاد. ايوه. فبياخد كده من مرحلة ان هم يبقى ابتدي عندهم وعي من 5 أو 8 سنين، وبعد كده بيودينا بقى لمرحلة المراهقة، وازاي كل سن نقدر نتكلم معاه بلغته وبالطريقة الجديدة او بالاساليب الجديدة. كمان في كتاب، هو ده مش كتاب عربي لكنه كتاب مترجم، واحد من الكتب القوية جدا، كيف تتحدث فيصغى المراهقون اليك وتصغى اليهم عندما يتحدثون. هنا رحلة ما بين الاثنين، ما بين الاب والام، او ما بين المراهقين. الكتاب ده برضو في منه نسخة تانية للأطفال، يعني في مرحلة بتاعة الأطفال، ودي مرحلة المراهقين. وعايز أضيف كتاب أخير، هو الكتاب ده من الكتب الممتازة، ده بقى للمربيين نفسهم، للأب والأم، للأب اسمه والأم الذكاء العاطفي في نفسهم. التربية. اسمه الذكاء العاطفي في التربية. ده بيعرف الأب والأم لو كان عندهم مشاكل سابقة مع أهاليهم في التربية، ده بيخليهم هم غصب عنهم او في اللاوعي بتاعهم بيعملوا تصرفات بعد كده مع ابنائهم غصب عنهم، ما بيبقوش فاهمين ان دي من تتبعات قبل كده هم عاشوها. صح. فبيخليهم ازاي يعرفوا يعبروا او يقدروا يفرقوا ما بين الشعور وما بين السلوك. لو في مشاكل بين الاب والام ازاي يتجنبوا ده في علاقتهم مع الابناء، لان في الغالب او غصب عننا بطبيعه الحياه بتلاقينا بننفس عن غضبنا او عن الحاجات اللي بتضايقنا في اولادنا. أحيانا فالكتاب ده بيفهمنا ازاي نقدر نفرق يعني، فواحد برضو من الكتب المهمة جدا. صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذ يسري على الترشيحات اللي قدمتها لنا، وأعتقد إنه كل اللي عندهم المراحل العمرية اللي حضرتك ذكرتها أول حاجة هيعملوها النهاردة إن هم هيشتروا الكتب دي. أنا بشكرك على وجودك معانا عن طريق زوم، ميرسي. طيب خلونا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل بقى ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في استوديو، الكاتبة هايدي المصري. هنتكلم معاها عن كتابها بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية ومنورانا الكاتبة ومدربة التربية الإيجابية الأستاذة هايدي المصري، واللي هنتكلم معاها عن كتابها لأنها تفرق، اللي بتوضح من خلاله 20 مبدأ لتربية الأطفال لا غنى عنهم. وأعتقد أنه ما فيش حد فينا مش مهتم بتربية أطفاله. مساء الخير. مساء. منورانا يا هايدي. وفي البداية عايزة أعرف منك أنت النقلة اللي اتنقلتيها قبل ما نبتدي نتكلم عن الكتاب. أنت كنت هندسة مظبوط؟ مظبوط. ولكن واضح ان الامومه يعني خدت كل افكارك. اتنقلتي ازاي من الهندسه للكتابه، وتحديدا في النوع ده من الكتابه؟ لما كنت حامل كنت مهتمه قوي اني اتعلم عن التربيه، وده كان شفت في دماغي وفي المايند سيت بتاعي. وكل ما بتعلم بيزيد اهتمامي قوي بالسايكولوجي، وان انا اتعلم اكتر عن علم النفس. وكان في حته ترانزيشنال كده يعني ما بين الهندسة وما بين علم النفس. فقعدت أنا اشتغلت في الهندسة 12 سنة. أي. وبعدين درست العلاج النفسي وأخذت بكالوريوس وماجستير. ده وانت حامل ابتديتي تدرسي الحاجات دي؟ ابتديت، بس طبعا الموضوع أخذ وقت يعني. بس ابتديت من وانا حامل اذاكر وادرس وافهم عن البوزيتيف ديسيبلين. عايزه بقى تعرفي سنه اولى مامي بقى هتعملي ايه بقى؟ وبعد شويه بقى الموضوع بقى مهم قوي بالنسبه لي، وعايزه افيد الناس اكتر. وانا بدرس العلاج النفسي بقيت بشوف انه اغلب المشاكل اللي بنيجي في الاخر نعالجها في المينتال هيلث ليها علاقه بسنين الطفوله.
فبقى عندي اهتمام ان انا اساعد الاهل اكتر وادرس اكتر عن البوزيتيف ديسيبلين والبوزيتيف سايكولوجي، واقدر اساعدهم عن طريق علم النفس وعن طريق البوزيتيف ديسيبلين ازاي يهذبوا تهذيب ايجابي. يعني صحيح صحيح، واحنا محتاجين مساعده الحقيقه. يعني احنا بنعترف ان اكيد كلنا بنغلط، واكيد كلنا عندنا يعني احيانا غلطات، بنتخطى حدودنا احيانا في حاجات، ولكن بنتعلم. واللي موجود الحقيقه دلوقتي من الكتب ومن السايكولوجيست او المدربين النفسيين اللي زيك او الانترنت، الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده للاسف زمان الحقيقه. فالنهارده احنا عندنا حظ كبير اننا نقدر نطلع اجيال صحيه نفسيا وطبعا جسمانيا ومعنويا وكل حاجه. ليه 20 مبدا؟ ليه 20 بالظبط؟ وايه هم ال 20؟ 20 انا اخترت اكتر حاجات بتسال عليها. يعني هم ممكن يكونوا اكتر يا هايدي. اكيد اكيد. أوكي. يعني هو مش مجال للحصر، لكن انا حاولت اجمع اكتر مبادئ بنحتاجها وبتاثر في تكوين الشخصيه، واكتر الاسئله اللي بتجيلي على السوشيال ميديا ليها علاقه بالموضوعات اللي انا حطيتها في 20 توبيك، علشان اقدر اجاوب على الناس يمكن بشكل مستفيض اكتر في كونتنت متجمع، فتقدري تشوفي فيه كانه مرجع بتمشي معاه وبيساعدك لغايه سنين المراهقه. ايه هم ال 20 بقى؟ ايه هم اكتر حاجه انت بتتسالي عليها لدرجه انك قررتي تذكريهم في كتابك اللي هم ال 20 مبدا؟ الانتقاد واللوم وتأثيره على الشخصية وإزاي بيأثر على أولادنا. ربط الفعل بالفاعل، إن أنا لما باجي أوجه ابني مثلا مش بوجه إن أنا رافضة السلوك، أنا بقول له أنت كده، فأنت كذاب، أنت كده هتبقى حرامي، أنت كده متطاول، أنت كده قليل أدب، وكأني وأنا بوجهه أنا بلزق الصفة فيه. طب أقولها إزاي؟ بتقوليها إزاي؟ هنقول المشكلة، انا مش عاجبني انك بتكلم ماما بالطريقه دي، او مش عاجبني انك بتكذب، مش عاجبني، يعني خلينا نقول بلاش بتكذب، بس عيد لي تاني اللي انت قلته، هو ده كل اللي حصل. مجرد ان انا بهايلايت السلوك السيء، انا بصدق ده عن نفسي ان انا بكذب او ان انا كذاب فعلا. مش بنقول ان احنا ما نوجهش، لكن بنقول بنوجه ازاي. هو ده اللي بيفرق بعد كده في صورتنا عن نفسنا. بنتك بتاكل كتير، ممكن تقول لها انت كده هتتخني، انت خايفه عليها حقيقي طبعا، لكن هي ابتدت تاخد صوره عن نفسها انها تخينه وانها وحشه وانها مش مقبوله. طب انا عايزه اوجه ده، اساعدها انها تفكر في نظام هيلثي، او انها تنزل رياضه، او انها نبقى عندنا سيستم او نظام معين لطريقه الاكل مثلا. طيب. او انها بتعمل معايا الاكل. أوكي. وهكذا. ده جزء من التربية. طب احنا كنا بنتكلم عن ال 20 مبدا عشان نرجع ليهم. هقول اتكلمنا عن الانتقاد، اتكلمنا عن اللوم، اتكلمنا عن المقارنه. يس. صحيح. اتكلمنا الاسلوب، قلتي ذكرتي الاسلوب دلوقتي، الاسلوب في طريقه الانتقاد، مظبوط كده؟ مظبوط. تمام. ازاي بدي اختيارات، ما بزنقش ابني، خصوصا الشخصيه القويه. لما تزنقيه في كورنر انه ماما قالت كده او بابا بيقول كده، نقطه، بيبدأ يعند في المراهقة، يعني مش هيتجاوب. فإزاي بدي اختيارات، إزاي بساعد نفسي أني أفكر في بدايل مقبولة بيساعد ابني كمان. اديني examples يتجاوب. يعني أحب أنك تشرحي لي وتشرحي لكل المشاهدين كل صفة أو كل مبدأ من اللي اهتميتي أنك تقوليهم بإكزامبل. حلو. يمكن الوقت ما يسعنيش طبعا كله، بس خلينا بس نقول يعني أمثلة على قد ما نقدر. يس. أنت مش هينفع تنزل دلوقتي. طب إيه اللي هينفع؟ انك تخلص الواجب بتاعك وبعدين نشوف هنعمل ايه. وكانه وانا بقول لا، بحاول اتجنب كلمه لا وادي البديل. ده لو ابني كبير. لو ابني صغير في السن 7-8 سنين، بقول له انت مش هينفع تشتغل على الايباد دلوقتي، مش هينفع تلعب على الايباد دلوقتي، بس اللي انت هتقدر تعمله اما انك تخلص الواجب او انك تخلص الغداء بتاعك الاول وبعدين نلعب على الايباد. ايوه. تديله اختيارات. ادي اختيارات. أوكي. فيحس ان هو سيد الموقف. طيب. عارفه الفكره دي بتنفع كمان في سن ال3 سنين حتى. ليه؟ ما انت مش هينفع تاخد الازازه دي، بس ايه اللي ممكن ينفع تاخد ده او تاخد ده؟ ماشي. طيب. ايه تاني المبادئ؟ فكري معايا. الزعيق. ان انا بزعق في ولادي على اعتبار انه دي طريقه التوجيه. مين فينا ما بيزعقش؟ صح، كلنا. مين فينا ما بيزعقش؟ مين ام
في لحظة من اللحظات أعصابها ما بتفلتش لأي سبب، مش شرط يكونوا هم الولاد السبب. عندك ستريس في شغلك، عندك مشكلة في حاجة، أحيانا ممكن تكون الأم والأب على خلاف معين، فتكون الأم واصلة لليفل من العصبية والضغوطات كبيرة جدا. كلنا بنزعق صح؟ كلنا بنزعق. احلها ازاي دي بقى؟ اعملها ازاي؟ ولما زعق اصلح اللي انا عملته ازاي؟ حلو، طلعوا مفهوم اسمه جنتل بيرنتنج. أيوة. التربيه اللطيفه. ايوه احنا نحب نبقى لطاف على فكره، بس مش ده اللي احنا بنتكلم عنه خالص. ولا دي التربيه الايجابيه. ولا التربيه الايجابيه بتقول لك ما تنفعليش او تكوني بتمثلي او تكوني انسان غير الانسان علشان ما تكسريش ولادك عشان ما لا هنزعق وهنضغط واعصابنا هتفلت. بس الفيصل هنا هو ايه العادي اللي احنا بنستخدمه. هل هي دي الطريقه ولا ده الاكسبشن؟ ايوه يعني ده العادي اللي احنا طول الوقت ماشيين بنزعق فيهم، ولا ده الاكسبشن اللي لما بنكون مضغوطين بنغلط ولما بنغلط بنعتذر؟ صحيح، لان انا بدي نموذج كمان لابني بالقدوه، وده واحد من المبادئ اللي انا حطيتها هنا برضو. فالقدوه انا بعمل ايه لما بغلط؟ انا بدي له مفهوم ازاي صحح الغلط باي شكل وباي طريقه. فاني اتضغط وانفعلت اتعصبت اتس اوكي، لان احنا وي ار نوت سيكينج بيرفكشن، احنا مش عايزين مثاليه. ايوه، لكن ايه العادي؟ ولو انا النهارده مضغوطه في شغلي او مع جوزي او نتيجه خناقه او مشكله، فهل الولاد هم المكان اللي انفس فيه عن غضبي او عن انفعالي؟ الحقيقه لا. ظلم. الحقيقه لا. وعشان كده دايما على فكره معرفش ده بيجي للام ولا للاب اكتر، بس انا بحس دايما ان الام اكتر بيكون عندها الجلد او الحته بتاعه تانيب الضمير، انه انا لما ببقى في مود مش كويس لاي سبب ايا مكان، هو ايه المود ده سببه ايه، متعصبه متضايقه مضغوطه تعبانه زهقانه، وابتدي اطلع ده في ابني او في بنتي، اعتقد ان الام تحديدا بيجي لها تانيب ضمير معين، وطول الوقت بنكون عايشين بالجلد دي وبتانيب الضمير، ونبقى محتاسين بقى مش عارفين نصالحهم ازاي ونراضيهم ازاي ونحاول نضحك عليهم بايه عشان ننسيهم حاجات زي كده. صح ولا غلط؟ صح، بس هي سايكل. بس هل ده الصح ولا انا بتحايل على الامر؟ بتحايل طبعا، لا حل مشكلتي ولا انا عرفت اتعامل مع الضغط واللي اتاذى انا وولادي يمكن قبلي لانهم الاضعف. طب نحله ازاي يا هايدي من وجهه نظرك؟ يعني فكره انك لما احيانا بتطلعي عن شعورك، احيانا بتطلعي عن شعورك وبعدين انت تبتدي السايكل بقى اللي انت قلتي عليها دي، تدخلي انت في تانيب الضمير والجلد وتبتدي تانبي نفسك ان هم حقيقي ما لهمش اي ذنب في ان انا طلعت فيهم هم، يعني سايكل كده نحاول نطلع منها ازاي ونطلعهم من حساباتنا ازاي واحنا متضايقين. اقول لك حاجه يا رانيا، كتير امهات تيجي تقول لي بصي يا هايدي شوفي لك حل في ابني مغلبني تعبني مطلع عيني ما بيسمعش الكلام. الحقيقه انا مش اول حاجه بقوم جايبه الطفل ومقعده قدامي، انا بتكلم عن هنا 13 14 16 سنه. ايوه، مش بقعده هو، انا بعمل حواري مع الام. ليه؟ لأنه كتير نتيجة الضغط اللي احنا مش عارفين نتعامل معاه ولادنا بيتأذوا وبيوصل الموضوع لصدام وعدم تجاوب. فلو سؤالك أنا عايزة أجاوب عنه وبقلب صادق ونفسي أن كل حد فعلا هنا يسمع ده، أنه احنا البداية مش ولادنا. البداية أن احنا نعرف نتصالح مع نفسنا. نحب حالنا، احنا ساعات مش بنحب نفسنا. أيوة، بنحط الحب ساعات بشروط، خصوصا لو انا تربيت على الطريقه دي. اعمل كذا علشان احبك، انجح عشان تبقى مميز، عشان ما يقولوش عليا ما عرفتش اربي، علشان منظري قدام ابوك، شويه حاجات كده الولاد ما لهاش علاقه بيها. هي علاقتها بيا انا. ايوه، لما نيجي نتكلم عن الضغط او انا مش عارفه اتعامل معاه، في طرق مختلفه، منها ان انا ساعات بحتاج علاج نفسي حسب الضغط، حسب كميته، حسب قد ايه تاثيره. أيوة، لتحت قد ايه عميق. ايوه، فساعات بحتاج مساعده لو انا بتعامل مع فقد او تروما او ازمات انا عديت فيها. أيوة، وبتاثر عليا، خصوصا لو الازمات دي مستمره. صحيح، عندي عن مشكله مستمره وبقضي فيها ايام كتيره من صح. حياتي في حاجات ليها علاقه بازاي اتعامل مع الضغط، زي ان اتنفس تنفس عميق، اخد نفس واساعد نفسي اني اهدى، واعلم التكنيك ده كمان لابني احيانا. ان احنا ما نتناقش وقت الغضب. عارفه وقت الغضب ايه اللي بيحصل؟
احنا بنقرر نتدخل زي طفاية الحريق نحل الأزمة وأقول المبادئ. أنا قلت لك مفيش تليفون أكتر من ساعتين في اليوم صح؟ وأدخل بقى أنا كأني المنقذ في القصة. اللي بيحصل صدام وعناد ده معناه إيه؟ معناه إنه مخنا كأنه في إيدينا، ده فص المخ الخلفي المسؤول عن الذكريات والمشاعر والحاجات اللي اتخزنت في اللاوعي، ده فص المخ اللي قدام المسؤول عن القرارات والوعي والإدراك وهنعمل إيه ونفكر بالقواعد والقواعد بنحطها إزاي. ماشي. وقت الانفعال والضغط والغضب عارفة إيه اللي بيحصل؟ إيه؟ مخنا كأنه في وعي بيفليب. درجة الوعي بتقل تماما، اللي بيتصرف في الموقف اللاوعي. فأبدأ أقول كلام زي ما كانت أمي بتقوله، أو أحكي مواقف بالطريقة اللي كنت أنا بعيشها وأنا طفلة. أوكي. أو أخد ردود أفعال عنيفة لأني أنا خايفة. خايفة على سلطتي أو أني أفقد هيبتي مع أولادي أو أمور ما اتخزنت في اللاوعي. صح. طيب إيه اللي محتاجين نعمله؟ إن إحنا نهدى فنبدأ نغير من طريقة تفكيرنا. نفس النموذج ده على أولادنا. فتخيلي لو أنا كده وابني كده وعمال يزعق وعصبي، اللي هيحصل في الموقف ايه؟ تصادم رهيب، صدام رهيب طبعا، والخناقه اللي ممكن تحصل وتنتهي في نص ساعه طبعا، ممكن تقعد 3 ساعات طبعا. واحيانا الولد ما بيردش وبيكتم في نفسه وبيخزن الكلام الوحش اللي بنقوله، واحيانا بنزعل بعد كده من نفسنا، واوقات نقول كلام احنا مش قصدنا خالص المعنى الوحش ده، لان احنا ما فيش ام عايزه تاذي ابنها او بنتها، بس ممكن عفويا كده انا زهقت مثلا. انا زهقت دي ليها كذا معنى، يعني انا زهقت منك، ولا أنا زهقت من الموقف، ولا أنا زهقت من إيه. هو هيترجمها إزاي، هو هيفكر فيها بعد كده إزاي، هي دي المشكلة اللي أحياناً بنقول كلام وإحنا متعصبين. وساعات أحس إن أنا خالص بلغت أو الموقف ما كانش يستحق كل ده، وده لإني بقى عندي التروماز اللي أنتي كنتي بتقولي عليها دلوقتي. أياً ما كانت أنا بقى بمر بإيه أو مريت بإيه، أنا بقى محتاجة مساعدة، دي حاجة تخصني أنا كأم أو كأب. صح. والشماعة اللي احنا بنحط عليها، اصل هو عصبني، اصل هو ضايقني، اصل عارف انه ده غلط وقصد ان هو يعمله. ايوه. لا على فكره، هو انت لو توقعاتك، وده واحد من المبادئ اللي موجوده هنا، توقعات المعقوله المناسبه. لو توقعاتك انه الطفل مش هيغلط او هيعيد الغلط، لا طبعا دي مشكلتك انت طبعا. يعني دي مشكلتي انا. مين فينا ما غلطش وهو طفل؟ ومين فينا ما كررش اخطائه وهو طفل؟ ايه تاني من المبادئ؟ مش عايزه استرسل في جزء معين عشان ما يفوتناش مبادئ كتير، عايزه المشاهد يستفيد على قد ما يقدر منك. احنا اوريدي بنحكي في المبادئ وبقول لك على اللي مكتوب هنا. وعايزه اقول كمان عن القواعد. يلا. القواعد احنا ساعات بنحطها بطريقه على اعتبار انها هي القواعد اللي احنا محتاجين نتبعها. وده حقيقي حلو، لكن احنا القواعد محطوطه عشان تساعدنا مش عشان تمشينا بس. أوكي. بمعنى إيه؟ بمعنى مش القاعدة للقاعدة، لازم يكون فيها شوية مرونة. فلو ابنك النهاردة ماتش مصر مثلا، وانتوا متفقين أنه لازم هيخلص الواجب اللي عليه، وما خلصت كل الواجب وعمال عايز يشوف كل مصر نازلة تشوف الماتش، صح صح، يعني شوية مرونة. صح. شوية تفهم. صح. والقواعد مش بنحطها واحنا متعصبين او غضبانين، واحنا قاعدين على الكنبه بناكل فشار بنتفق احنا عندنا مشكله في الموبايل، خلي بالك ايه اللي ممكن نعمله، واخلي ابني يشترك في وضع القاعده. فده بيخليه يتجاوب بصوره افضل. صحيح صحيح، لما بيبقى قرار طالع منه هو. زي كده بالظبط لما احيانا بيقال انه خيريه في نوع العقاب. خياريه في نوع العقاب، تحب تتحرم من التلفزيون، ولا تحب تتحرم من الخروج مثلا، ولا تحب تتحرم من الموبايل. يس. مثلا في حاجه كمان في المبادئ ديت ليها علاقه بالمقارنه. ابنك مش زي حد، ده حقيقي، ولا حتى زي اخوه، ولو اخوه ده التوأم اللي جاي في نفس الوقت حقيقي. من نفس البطن، من نفس جداً. الام. صح. كل واحد ليه شخصيته. صحيح. بحس صحيح. بالنقص، بحس بقلة الحيلة، بحس بالإحباط لو أنا دايماً حاسس إن أنا مش بحقق أو فعلاً. أنا مش زي حد. فعلاً المقارنة من أسوأ الأفعال اللي ممكن أي أم أو أي أب أو أي إنسان يعملها. يعني حتى لو جوزك قارنك بست تانية
هتتضايقي، احباط، هتتضايقي. ما بالك بقى لو انت قارنتي ابنك بولد تاني او قارنتي بنتك ببنت تانية. ممكن نطلع لفصل ونرجع نكمل كلامنا؟ يلا اتفضلوا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه منورانا الكاتبة ومدربة التربية الإيجابية هايدي المصري، وبنكمل كلامنا معاها وبنتكلم معاها عن كتابها لأنها تفرق. الحقيقة إنه في حاجة كمان عايز أكلمك عنها، وليه دايما الأم متهمة بأن هي اللي مسؤولة عن التربية لوحدها، وأي غلطة يقع فيها الولد تبص تلاقيه ما هي تربيتك تربيتك، وكانه الاب مش ما كانش موجود وهي بتربي. ليه سميتيه اتهام؟ يعني ليه هو في اتهام؟ جزء بيبقى اتهام وفي جزء بيبقى اسقاط على الام، وكانه الاب بيخلي مسؤوليته احيانا من التربيه علشان يحملها هي نتيجه الخطا اللي الولد وقع فيه، على الرغم ان الولد ده ممكن يكون شاطر وكويس في حاجات تانية كتير قوي ما بيتقالهاش ميرسي، بس بيتقالها لما بيغلط دي تربيتك للأسف. عشان كده أنا بشوفه تام أحياناً. يس يعني للأسف أنا بشوف إن هو مش اتهام على قد ما هي ثقافة مجتمع. ثقافة مجتمع طبعاً، أنا أوافقك برضو، أنا أوافقك على ده وعلى ده طبعاً. صح. بتبقى اتهام من وجهة النظر اللي حضرتك تكلمي فيها لما أنتي ما عملتيش، أنتي ما سويتيش. أيوة بالظبط. شوفي سلوكه عامل إزاي، شوفي تصرفه إيه. أيوة. يعني أنتي موافقة على اللي بيعمله ده، وكأنه بس ده بيحصل يا هايتي، ده بيحصل فعلا. وفي ازواج كتير بيقولوا اللي انت بتقوليه ده صح، بيحصل وبيتقال في محاكم مش بس في بيوت. بالظبط بالظبط. طب انت استنيت الغلطه دي وقلت دي تربيتك، طب فين بقى كل الحاجات الكويسه اللي هو عملها؟ وطب لو هي تربيتي انت كنت فين وانا بربي؟ عارفه ساعات بشوف انها البدايه هي المشكله، مش وصلنا لايه. اشرحي لي. انا وافقت على ده من الاول. احنا اتفقنا على ده من الاول. رضيت عنه سواء باقتناع او باتفاق او اتفاق ضمني حتى. انه اتحط في الخانه دي، بس جزء منه بيبقى كاني مغلوب على امري. اتحط في الخانه دي احيانا ما بتكونش اختياري، بتبقى اجباري. اجباري ليه؟ النهارده انت عندك نسبه طلاق عاليه جدا جدا جدا، ومعظم الولاد بالطبيعه بيكونوا مسؤولية الأم في الأكل وفي الشرب وفي التعليم وفي التمارين وفي التربية وفي المدرسة، وي 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 وي. ده نمبر 1. نمبر 2، أنت عارفة أنه قد إيه الأم بتكون أقرب، بحكم أنه الأب دايماً بنقول أنه بيدور على الشغل وبيدور على الأكل العيش ودايماً بيشتغل، وي وي وي. فأحياناً ما بتبقاش اختيارية، بس كأنه المشكلة دي بتسمع مشكلة تانية في الجواز. بمعنى عندنا مشكلة في التواصل أصلاً. تواصل طبعا، عندنا كوميونيكيشن دي مشكله كبيره. بالظبط، دي مشكله كبيره. مشكله اصلا في تقسيمه الادوار ما بيننا. لما جه ولادي في الاول واعمارهم صغيرين، انا قررت اني اتجنب ابوهم عشان اخلص او علشان انجز. أيوة. او علشان هو مش بيعرف وبيقول لي مش بعرف. ماشي تمام. ماشي. شويه المشاكل دي لو في اسر حديثه بتسمعنا، انا اقول لكم ما تتجاهلوش ده، لانه ده هو اللي بيتبني عليه بعد كده الجواز او التربيه او كل الامور. فدخلي الاب معاكي في كل التفاصيل، تقصدي تقولي كده؟ ما تتجاهليهوش. ساعات بنتجاهل الاب لانه بيكبر المواضيع. بس هو لانه بيكبر المواضيع او دي طبيعته، فاحنا ساعات بنحتاج احنا نشتغل على علاقتنا، ازاي نتفاهم وازاي نتواصل، مش بس نخلي الولاد ما بيننا وهي خناقه مين هيعمل ايه، وكأنه كل واحد مستني للتاني غلطة عشان يقول له شفت اهو ده اللي انت عملته، انت السبب، أو انت كل السبب. واحد عايز يحط التاني في الخانة بتاعت ده بسببك انت. فكأني انا عايزة اوسع المشكلة انها مش بس خانة يك عند التربية او اتهام انك انت السبب. بس انت هتلاقي النمط ده بيتعاد في كل الحاجات. صرفتي الفلوس وخلصت، ما هو انت مبذرة، انت عزمتي اهلك من غير ما تقولي لي، انت خرجتي مع اصحابك وانا مش مهم. وكانه لو احنا ابتدينا نحس انه في مشكله في التواصل، اول ناس هيدفعوا ثمن ده ولادنا. صح.
وهتيجي بعد كده المشاكل اللي حضرتك بتقولي صح عليها صح. ولو المشاكل دي بقى حصلت كده كده وهم بيستغلوا ده جدا لو في مشكله في التواصل وبيكونوا في منتهى الذكاء وبيبقوا عارفين كويس قوي ياخدوا ايه من مين ويعملوا ايه مع مين ومش صح انه يكون في مشكله في التواصل موافقاكي جدا. طب لو حصلت بقى المشكله اطلبوا مساعده يا جماعه صح. او انتوا هتتعايشوا بالطريقه دي وهتسوق مفيش اي وعد انه لو صحيح. في مشكله واحنا شفناها مشكله وفضلنا متعايشين معاها وتصالحنا مع المشكله ان المشكله هتتحل لوحدها. موافقاكي جدا موافقاكي مفيش جدا اي قانون بيقول كده صحيح. ان كبر ابنك خوي دي معروفه صح صح بس خوي لحد فين وخوي من امتى وخوي من امتى وخوي لحد فين لان خوي دي واصاحبه انا برضو احيانا بشوف ليفلز من الصحوبيه لا بتستوقفني فيها تجاوز فيها دلع والدلع ده واحده من المبادئ اللي انا كتبتها احكي لي شويه عن الجزئيه دي ووجهه نظرك عنها عامله ازاي. في حاجه اسمها الحدود في حاجه اسمها القواعد والباوندريز في لو انا كانسان مش عارف ايه حدودي وانا كل اللي انا عايزه وباخده كل اللي انا بطلبه مجاب اهلي موجودين دايما بكل طلباتي انها تتحقق في الوقت اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايزها ده مش بيعلم الطفل ازاي يعتمد على نفسه صح بيعلمه التواكل مش بيخليه عنده ثقه بنفسه لانه عارف انه في حد هيحل له مشكلته فهنا هو ده الفرق بين التوازن والدلع. احنا محتاجين نعمل توازن وندلع ولادنا نحبهم نحبهم بدون شروط لكن بدون ما نكون سبب في ان احنا ندلعهم. التوازن ده بنتعلمه برضه. أيوه. ليه؟ عشان بسهولة يقلب أسوأ لو أنا حاولت أني أحط قواعد زي ما بيقولوا بقى وأعمل نظام وأعمل روتين وكنت أسيا في وضع روتين فبسهولة أروح لناحية الأسوأ أو أروح لناحية الدلع حسب طبيعة شخصيتي أو الطريقة حتى اللي أنا تربيت عليها كأم أو كأب. اللي احنا عايزين نعمله هي الحتة اللي في النص اللي فيها الطفل بيتعلم عن المسؤولية بيتعلم عن الحدود تعلم عن القواعد ايه اللي مسموح ايه اللي مش مسموح. مفيش تجاوز في التربيه الايجابيه. بيقول لك التربيه الايجابيه دي بتعلم الولاد قله الادب بيخليهم ما بيحترموش الكبار ده كلام فاضي. التربيه الايجابيه او سيبك من المسمى التربيه تعني احترام الاخر تعني ان انا اعرف اني اعمل الصح واحدده لوحدي واعمل الغلط اعرف ان هو ده غلط واعتذر عنه. فكأنها بتنمي السنسور الداخلي عند البني آدم إنه يعمل الصح بدون رقيب بدون وجود نموذج للعقاب. أيوه أيوه أيوه. بتصدقي في موضوع العقاب الشديد ده يعني العقاب والثواب يعني أنت تفضلي إنك تعاقبي وتحرمي وتمنعي ولا تفضلي إنك تتكلمي معاه وتشرحي له وتفهميه وتاخدي منه وعود إنه مش هيعمل كده تاني؟ ايه الطريقه اللي تعجبك اكتر كأم بصرف النظر بقى عن الكتاب وعنك ككاتبه كأم تقعدي النهارده مع اولادك تتكلمي وتشرحي وتفهمي الغلطه دي وصلتكم لفين وممكن كانت توصلنا لفين ولا تقفلي وتعملي وتعاقبي وتحرمي ايه الطريقه اللي تعجبك كأم ولا كأم مختصه؟ طيب كأم دايما بشوف ايه الدرس اللي اولادي عايزين يتعلموه ورا القصه اللي حاصله دي انها ما رتبتش جدولها ان الاوضه متلخبطه انها ضربت اختها انها اذت حد انت مثلا ام البنات انا عندي بنتين ما شاء الله ربنا يحميك ميرسي فدايما بشوف انه اللي هيحقق لي الهدف ده مش العقاب ولا المنع لانه العقاب بيخليهم يدخلوا في تنترمز ونوبات غضب او عصبيه وفي الاخر مفيش حاجه مش بيتعلموا حاجه. ايوه. ولا المكافاه تخيلي يعني انها تذاكر او تتعلم ازاي تذاكر مش مرتبط بان انا اديتها ايه مرتبط بانه انا حطيت خطه ازاي اساعدها تتعلم تذاكر لوحدها. موافقاكي برضه. فالعقاب والمكافاه بالنسبه لي انا هايدي كأم مش بيحققوا لي اي مكسب وبما اني عرفت كمان تاثيرهم بعد الفهم والعلم يعني انت عارفه بيخلي المخ يعمل ايه يا السيناريو اللي انا حكيت لك عنه من شويه يخليني تحت ضغط. ليه؟ لان انا خايفه من العقاب او متحفزه عايزه المكافاه
فبيخليني مش عارفة أتجاوب معاكي بصورة طبيعية. صحيح. وباختفاء هذا الحافز يختفي السلوك الكويس. صح. فانت لو غبتي هعمل على اللي على هوايا. بالظبط. لو ما فيش مكافاه ها هتديني كام؟ ومش هعمل، ما انت هتديني كام. الموضوع تحول الى حاجه ماديه بقى خلاص، وكاننا بنربي علشان ياخدوا مكافاه. صح. صح جدا. فعلى الناحيتين، على التو سايدز، كأم او كمختصه، العقاب والمكافاه لحظي. لحظي حتى ده انت وانت بتعمليه ايه تاثيره على ابنك. صحيح صحيح. القدوة في حياتنا وفي حياة ولادنا، طبعا في حياة ولادنا مش في حياتنا، أقصد في حياة ولادنا يعني، أكيد مهمة جدا، وسبيشلي عند المراهقين، لأن المراهق متخبط وعنده أفكار كتير وأحلامه كتير ولسه مش عارف هو عايز يعمل إيه فين إمتى. عارفة واحدة من الأمثلة اللي جات في بالي وانتي بتحكي عن القصة بتاعت القدوة، اني اقول لابني احترم ماما، ما تتكلمش معايا بالطريقة دي، وطي صوتك. وانا اصلا انا عمالة ازعق، انا ما احترمتهوش. فهنا لو انا ام سيكينج الاحترام من ابني، ده معناه ان انا كمان محتاجة احترمه، خصوصا بقى لو ولد، لانه بعد شوية في يوم وليلة صوته بيتغير، بيبقى اطول منك، ولو انت بتمدي ايدك عليه هو هيزقك، ولو انت بتمنعيه بعنف او بصوره فيها عدم احترام، هو هيقصد يرد او يقول لك كلام يوجعك، لان هو اتوجع قبل كده. يعني بصي، طبعا مد الايد والكلام ده كله ده يعني ده مش الخريطه اصلا، واتمنى يا رب ان اي حد بيتفرج علينا يكون بيعمل الطريقه دي او بيستخدم الطريقه دي يتأكد أنه هو بيأذي ابنه بشكل كبير جدا أو بنته. الزعيق هي اللي ممكن، زي ما كنت بقولك في الأول، أحيانا الواحد أعصابه بتفرد، بس عملتي قدوة. أنها I'm sorry، أنا ما كانش أن أنا انفعلت زيادة. عايزة بقى أقول حاجة بخصوص الاعتذار. لما أقول الاعتذار، ماشي يا رانيا أنا أسفة، أنا أسفة بس أنت اللي عصبتيني. ده مش اعتذار. ليه؟ لأن أنا حملتك برضو مسؤولية أن أنا بقيت عصبية. أنا كأم وكمسؤول وكمربي، أنا المسؤولة عن ردود أفعالي. أوكي. فأنا محتاجة أشيل الجزء اللي يخصني في مسؤوليتي، وأعتذر إن أنا أعصابي فلتت أو أنا مضغوطة شوية. وأنت شايفة إن القدوة الحقيقية للابن أو للبنت هي أمها أو أبوها؟ أول قدوة، أساس لكل حاجة. بعد شوية بيدخلوا الأصحاب، بيدخلوا السوشيال ميديا، بس أنت عندك مثلا أول 6 سنين هو النموذج إيه؟ هو البيت. هي العيلة. طبعا طبعا. أنا طبعا ممكن أتكلم معاكي يعني أسبوع أنت يعني أنا ممكن أقعد أتكلم معاكي في المواضيع دي، لأن القصص التربوية وقصص الأولاد والأطفال والمراهقين لا تنتهي، وكلنا كلنا بنكون عايزين نتعلم ونعرف فيها أكتر وأكتر. نورتيني وسعيدة جدا جدا بكتابك، وإن شاء الله يكون لنا لقاء تاني نتكلم فيه عن جزئية تانية ما تكلمناش عنها النهاردة. مرسي قوي يا رانيا للاستضافة الجميلة ديت، والكلام معاكي شيق وممتع. مرسي. وفعلا كأني مش عايزة أخلص. مرسي. أكيد هنتقابل تاني إن شاء بإذن الله. بشكرك. طبعا بشكر ضيفتي اللي نورتني النهاردة، الأستاذة هايدي المصري، اتكلمنا معاها عن كتابها لأنها تفرق. كلامنا عن التربية وعن الأولاد وعن الأطفال وعن البيوت ما بيخلص، بس للأسف لازم نختم. كان معاكم رانيا السعيد، بشكركم.